بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، وحشيني والله خالص. عاملين ايه؟ معايا النهاردة هنعمل صينية الكنافة بالقشطة. معايا النهاردة جميلة جدا اهو، اهي هنبدأ نشوفها ونوريها لكم. اهي حبايبي كده المنظر ده زي ما انتوا شايفينها كده. اهي حبايبي، وتعالوا معايا حبايبي هنشوف احلى واجمل طريقة الكنافة بالقشطة. حبايبي دلوقتي انا معايا مقدار كيلو الا ربع من الكنافه، طبعا هي بالمنظر ده انا حطاها في الفريزر زي ما انتم شايفينها كده، بايته في الفريزر من امبارح اهو عشان تبقى ناشفه معايا. اهو بصي، اهو بصي كل ما تعمليها كده اهي اتفرفتت معاكي اهي. احنا عايزينها ناعمه قوي 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 بالمنظر ده. هنبدا كده نعملها كده اهي، هنعملها كده اهي عشان ما يبقاش فيها تكتلات خالص خالص خالص. عايزينها صغيره قوي 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 زي ما انتم شايفينها كده بالمنظر ده. هنعملها كلها كده ونرجع مع بعض نشوفها. حبايبي بالمنظر ده زي ما انتم شايفينها كده فتفتها خالص خالص ناعم اهو زي ما انتم شايفينها كده. هنبدا دلوقتي نحط عليها معلقتين من السكر، سكر حبيبات اهو كده بالمنظر ده، وهنحط كيس فانيليا كده بالمنظر ده، ومعايا هنا كوبايه كبيره سمنه، سمنه المتوفر عندك، سمنه بلدي او زيت على سمنه المتوفر عندك. معايا كوبايه كبيره عشان هي مقدار كيلو الا ربع من الكنافه. هنحط عليها شويه كده منظر ده، وهنبدا دلوقتي نقلبها، نقلبها كده زي ما انتم شايفين، نقلب كده كده بالمنظر ده. هنبدا نفركها كلها كده، نفركها كلها كلها كده. السمنه المنظر ده زي ما انتم شايفينها كده، دعكت السمنه كلها بالسكر بالفانيليا فيها. هنبدا دلوقتي نيجي للمرحله الثانيه بتاعتنا. هنجيب اللبن زي ما انتم شايفين معايا كيلو لبن، معايا كده كيلو اللبن. هنحط فيه معلقتين من السكر كده بالمنظر ده، ومعايا هنا النشا. هنحط للنشا 4 معالق نشا كده. انت ممكن متوفر عندك دقيق، ممكن تحطي دقيق برضو بدل النشا عادي كده. 3 4، وهنحط برضو فانيليا، ورقة فانيليا عليها كده. ومعايا هنا كريم شانتيه. كريم الشانتيه ده بيدي طعم جميل جدا 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 في القشطه بتاعتنا اللي هنحطها في الكنافه كده. معايا هنحط 3 معالق كبار من الكريم شانتيه كده. ممكن برضو بدل الكريم شانتيه تحطي برضو معلقتين قشطه ولا حاجه عليها المتوفر عندك برضو. هنبدا دلوقتي نقلب المكونات بتاعتنا كده بالمنظر ده، وهنرفعها على النار. يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده بتغلي معايا اهو كده بالمنظر ده. هنبدا دلوقتي يا دوبك ثواني كده وهننزلها اهو وكده. يا حبايبي هننزلها كده من على النار اهو كده، استوت اهي خلاص معايا. حبايبي جبت الصينيه بتاعتي معايا، هنبدا دلوقتي نحط فيها حوالي 6 معالق كده من السمنه كده. هنبدا نوزعها، هنبدا نوزعها كلها، وفي الجدران، الجدران بتاع الصينيه معايا كده، هنوزع كده كده بالمنظر ده. هنبدأ دلوقتي ننزل بكمية الكنافة، النص الكنافة بس. هنبدأ نفردها كده بأيدينا النص بس، هنبدأ نوزعها كده في الصينية كده بالمنظر ده كده. يبقى كده النص معايا، وهنبدا نوزعها كلها في الصينيه كده يا حبايبي بالمنظر ده. وايه، وزي ما انتم شايفين كده انا رافعه الكنافه عاملاها الحرف كده على الجنب ليه، عشان الكريمه بتاعتي القشطه بتاعتي ما تجيش هنا وتطلع في الطرف تتحرق مني وانا بعملها كده بالمنظر ده. هنبدا دلوقتي ننزل بالقشطه بتاعي اهو، اهو اللي احنا عملناها اهو. طبعا هي لسه سخنه بس احنا هنفردها في الصينيه علشان تبرد معايا عشان نحط الطبقه الثانيه كده. حبايبي بالمنظر ده هنبدا دلوقتي نوزعها كده في الصينيه كده، ومش هنجيب برضو على الحرف، هنجيبها بس ايه يعني ايه في النص كده كده بالمنظر ده كده اهو. وعملتها في بيتك بقى، ولا اشتريتي من بره ولا حاجه، عرفتيها وعرفتي طريقتها تعمليها على طول في بيتك علشان انتي دلوقتي بتعملي في البيت مضمون كده بالمنظر ده اهو. والله ده سر المطاعم وهم بيعملوها كده بالظبط اهو كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفينها. هنسيبها تبرد معايا شويه وهنرجع معاكم نحط الطبقه الثانيه
كده يا حبايبي، هي جمدت اهي معايا، شوفوا اهي جمدت خلاص كده جمدت. هنبدأ دلوقتي نجيب النص التاني هنحطه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده المنظر ده هنفرد كده، هنفردها كده وهنحاول برضو نسويها كلها زي الاولانية كده يا حبايبي. وزعتها كلها زي ما انتوا شايفينها كده. ابدأ اتكة كده واضغط كده بالراحة، كده بالراحة خالص علشان الكريمة بتاعتي ما تبوظش من الجنوب معايا. اهو كده بضغط بالراحة، اهو اهو زي ما انتوا شايفين كده بساوي كده يا حبايبي. وهنبدأ دلوقتي نرش السمنة كده بالمنظر ده. السمنة دي اللي هتدي لها طعم معايا، لازم نحط السمنة عليها كلها، ما نخليش حتة باينة بيضة، لازم يكون كلها عليها السمنة كده بالمنظر ده يا حبايبي. هنبدأ نحطها في الفرن. وكده يا حبايبي طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. هنبدأ دلوقتي معانا الشربات عاملينه، والمفروض الشربات يبقى سائع في التلاجة، ودي طالعة سخنة هنحطها على طول. هنبدأ دلوقتي نوزع الشربات عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. كله كده بالمنظر ده، هنحط كل الشربات عليها كده كده يا حبايبي. لازم نخلي كل مكان فيها شارب شربات عشان تبقى طريه معايا وحلوه كده بالمنظر ده. وكده بالمنظر ده بعد ما حطينا الشربات عليها هنبدا دلوقتي نطلع حته كده. بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشاركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس ليصلكم الجديد ان شاء الله. هنبدأ دلوقتي نطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي بالمنظر ده، بالمنظر ده جميلة جدا. كده بالمنظر ده. واشوفكم على خير يا رب، فيديو جديد ان شاء الله مع مطبخ هبه.